هو أولا لا يملك الحق بأن يوجه مثل هكذا رسالة إلى القوى السياسية، لاعتبار أنه رئيس حكومة تصريف الأمور اليومية، وبالتالي هو ليس وصيا على القوى السياسية بحكم المفاوضات. قد نستشف بأن هناك يعني نوع من التنافس للحصول على الحقائب الوزارية، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بأنها قد تكون نعم أو يكون هناك انسداد سياسي ما بين هذه القوى السياسية. نعم سيد حسان، أيضا هناك مصادر مقربة من سير المفاوضات تقول إنه لا توجد لحد الآن أسماء محددة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة السيد مصطفى الكاظمي. إذا كانت هذه الأنباء دقيقة، إذن كيف دعا السيد الكاظمي إلى البرلمان لعقد جلسته الأسبوع المقبل؟ إلى الآن لم يدعو رسميا رئيس الوزراء المكلف إلى عقد البرلمان جلسته الاستثنائية من أجل تمرير حكومته، وأنا أتفق بما طرحته أستاذ بأن إلى حد هذه اللحظة نعم هناك توافق حول توزيع الحقائب، لكن الأسماء خلال اليوم هناك اجتماع لما بين المكلف وما بين القوى السياسية الشيعية وحتى بقية القوى لتسليم السير الذاتية للوزراء والاتفاق بشكل نهائي. أتوقع أنه خلال العشرة أيام القادمة يمكن أن نشهد جلسة للبرلمان العراقي من أجل يعني أستاذ حسان الأسبوع المقبل بالتحديد يوم الثلاثاء على ما أعتقد ليس هناك جلسة برلمان؟ لا لا، إلى الآن لا توجد جلسة أو إعلان لجلسة البرلمان العراقي بعقد يعني جلسة لتصويت على حكومة الكاظمي إلى حد هذه اللحظة رسميا هنا أتحدث. طيب أيضا هناك كان دعوات للسيد عدنان الزرفي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وقال أيضا بأنه لم يعد في البلد ما يسرق. كيف نفهم هذه التصريحات مع عودة الاحتجاجات إلى الشارع العراقي وخاصة في ساحة الحبوبي في الوصلة؟ يعني يا سيد المكلف السابق يبدو بأنه كشف الحقائق بأن الصراع ما بين القوى السياسية هو حول الأموال ومحاولة الحصول على الحقائب الوزارية وابتلاع مؤسسات الدولة، وهذا بالتالي يصب في صالح الأحزاب. طبيعة الأزمة المالية والانهيار الكبير للعراق نتيجة تفشي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية و نتيجة فشل عادل عبد المهدي في إدارة البلاد، الآن العراق في مرحلة الانهيار، وبالتالي أتصور بأن دعوة المكلف السابق هو من أجل الحفاظ على ما تبقى من العراق، خصوصا وأن السيناريوهات تدلل على أن العراق يدخل النفق المظلم نتيجة الأخطاء التي ارتكبها عادل عبد المهدي. الأكاديمي والباحث السياسي إحسان الشمري، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بغداد.